ممكن تحكي لنا عن التظاهرة اللي قام بها مركز الثقافة هنا في سوسة الانفتادية، في شنو تتمثل وشنو ما الاكتيفيتي اللي صاروا وكوه التظاهرة هذية؟ تحكي لنا بأكثر دقة ومزيد من التفاصيل. التظاهرة هذية هي عبارة عن نشاطات اختتام مشروع من مشاريع تنفذ مركز كوثر. مشروع اسمه تعزيز الحمار السياسية في الجزائر المغرب وتونس. المشروع بدأ في مارس 2010 وفي طوى يعني الاختتام هذي. قمنا في بلاصة انه نختتموه بندوة ولا تقارير فقط، اقترحنا انه نعمل ثلاثة ورشات، بما انه الموضوع العام هو الصورة، يعني صورة المرأة خاصة والمرأة السياسية يعني بأكثر خصوص. اخترنا انه نختاروا ثلاثة ديسيبلين اللي عندهم علاقة بالصورة، لانه احنا في بالنشاطات اللي عملناها من قبل هما حصص العرض والنقاش اللي بلوزيوغ برودوي معناها بلوزيوغ سوبور اوديو فيزوال، منهم بوبيس فاتيما اللي هو سو برودكسيون كوثر. في هذه عملنا لابليكاسيون معناها تطبيق مقرب النوع الاجتماعي في تحليل الصوره وقراءتها بطريقه تفاعليه وتشاركيه. فقلنا علاش لا ما نحاولوش نعملوا تجربه في الكادر اكسبيريمونتال، يعني علاش ما نحاولوش نشوفوا الشباب نساء ورجالا في تونس، نجموش في ثلاثة ايام اللي هو دار يعني صغير في الوقت، نحاولوا ننجو الصوره بعيده على الستيريوتيب، بعيده على الصور النمطيه المبنيه على اساس الجنس، وبعيدة على الصور المألوفة اللي يخرجوا في الببليسيتي في الأفلام. دونك فما ثلاثة ورشات، الورشة الأولى هي ورشة الكتابة أو الإخراج والسينما حول الصور النمطية ومقرب النوع الاجتماعي اللي هو قام بالتدريب، يعني نشيتها أستاذ باسل رمسيس سينمائي يشتغل خاصة في الوثائقي من مصر ويعيش في إسبانيا. الورشة الثانية هي ورشة العنوان نتاعها بالفرنساوية بلوج ريزو سوسيو اي ميديا، تدوين المواقع الاجتماعية ووسائل الإعلام، تأسيس المعلومة بالجندر، يعني تأسيس المعلومة بالنوع الاجتماعي، واللي هي كانت جويل بالميري خبيرة في النوع الاجتماعي وصحفية خدمتها. الورشة الثالثة هي ورشة التعبير التشكيلي والخط، يعني اكسبرسيون غرافيك اي بلاستيك، كيف نحاول ماذا نقصد بالنمط، وفوالا يعني كان عماد جمايل هو اللي نشط. حسب ما فهمنا من الثلاثة ورشات انه حتى من اليوم الختامي انه مش تونس ماهوش البلد الوحيد اللي مر بيه مركز كوثر، تعطينا الباركور بتاعه. في بصفة عامة مركز كوثر كما قلت لكم اللون من عام 93 هو موجود مقره في تونس ويشتغل على 22 بلاد في المنطقة العربية. المشروع هذا تعزيز صورة المرأة السياسية في الجزائر والمغرب وتونس موجه كما عديد المشاريع يكونوا موجهين منطقة معينة ولبلد معينة، هذا موجه لتونس والمغرب والجزائر. فلذلك حتى شفت في الاختتام الكل نحكيوا على الحصص عرض النقاش اللي عملناه في تونس اللي عملناه في الجزائر اللي عملناه في المغرب. اسافواغ انه احنا عملنا 10 حصص في تونس و10 حصص في المغرب و10 حصص في الجزائر. حاولنا نكونوا لا مركزيين، يعني صحيح مثلا في الجزائر والمغرب خدمنا في العاصمه في العواصم سواء في الجزائر العاصمه والا في الرباط ودار البيضاء في المغرب، لكن حاولنا زادا نمشيو لمناطق اخرى. فمشينا للرشيديه في المغرب، في مراكش، في اكادير، تيزنيت، بيوغرا، يعني مناطق مختلفه، حتى في كازابلانكا خرجنا منها. باش نختموا حبيت نسالك ايناس، مركز الكوثر شنو نجم يضيف للساحه نتاع العمل الجمعياتي او المجتمع المدني في تونس، وشنو نجم نستناو منه معناها في الايام القادمه بخلاف تظاهرات؟ المشاريع اللي خدمت على يعني مركز كوثر كيعرف نفسه يقول اللي هو منظمه غير حكوميه، لكن اكثر منها هي ارضيه عمل وحوار بين منظمات المجتمع المدني حكوميه وغير حكوميه وصناع القرار. فالهدف نتاعها الاساسي هو تعزيز قدرات النساء في المناطق هذوما منطقة العالم العربي، يعني في عندك مشاريع، فما العمل على النساء الريفيات، فما العمل على محو الأمية، فما العمل على ضد العنف، فما العمل على الميديا وسائل الإعلام، يعني انه تشجيع وسائل الإعلام الحكومية والغير حكومية، يعني العمومية والغير عمومية على التحسين والابتعاد عن التمييز باعتماد يعني دائما مرجعية حقوق الإنسان.